كاريسيمو كاريسيما بنتورناتي نون نوفو فيديو. اهلا بيكم في فيديو جديد. معاكم ساره البحيري والانسينيانتي دي تاليانو، بدرس ايطالي بقالي اكتر من 10 سنين. النهارده انا جيت لكم عشان نشوف حلقتنا بقى اللي هنعمل فيها اون ديتاتو. ديتاتو يعني املا. املا على ايه؟ على اخر حلقه كنت عاملاها لكم على البرونونشا بتاعه لا لترا تشي، النطق بتاع حرف التشي. الناس اللي اول مره تشوفني قبل ما تتفرج او تعمل معايا الاملا بتاعه النهارده لازم الاول تتفرج على الحلقه دي، هتلاقوني حطها لكم تحت في الديسكريبشن. وقبل ما نبدا حلقتنا، لو كنت اول مره تشوفوني ما تنسوش تشتركوا علشان يوصلكم كل جديد، وتفعلوا طبعا زر الجرس، وكمان تقدروا تتابعوني على الابلكيشنز الثانيه، هتلاقوها برده موجود اللينكات بتاعتها عندكم تحت في الديسكربشن. قلم وتعالوا ابداوا اكتبوا معايا، وقفوا الفيديو وفي الاخر صححوا معايا اذا كنتوا كتبتوا الكلمات صح وفهمتوا فعلا ازاي تستخدموا او تنطقوا الحرف التشي صح ولا لا. يلا بيناكم ان شاء الله. اول كلمه عندي بقى كي تر را، كيتار. دول فور كيت تا، فور كيت تا. تري ريكو، ريك كو، ريكو. كواترو ب ب ب ب، اوكي. بول تشي no pulcino pulcino. uc cello uccello uccello. sei scarpe scarpe. sette scudo scudo. otto casa casa casa. nove ciambelle ciambelle ciambelle. dieci اخر كلمه معانا colore colore. colore colore. ها كتبت العشرة؟ فيهم حاجة صعبة؟ هم فيهم، وفيهم دوبيا كتير اللي هي الحرف متكرر دبل. وقف الفيديو وارجع تاني، الحرف اللي تلاقيني بقوله وارجع اعيده في المقطع اللي بعده اعمله دوبيا. وقف اسمعهم تاني وحاول تكتشف انت الاول الغلطات، وبعدين شغل وكمل. دلوقتي هنبدأ نكتب قدامكم كل كلمة واقول لكم معناها. اول كلمة كتبناها كانت كيتار. كيتار اللي هو الجيتار زي ما انتوا شايفينها معاكو. كي وبعدين المقطع بتاع اللي احنا قلناه في اللتر تشي. تر ورجعت كررت الار وقلت را. تاني كلمة خدناها كانت فوركيتا. فوركيتا اللي هي الشوكة زي ما انتوا شايفينها. فور كيت تا، فانا كده ضعفت التي. بعد كده كانت كلمة ريكو زي ما انتوا شايفينها. ريكو معناها غني. عندي كمان بولتشينو. بولتشينو اللي هو الكتكوت. بولتشينو. وخلي بالنا من ب ب ب. عندي بعد كده كمان اوتشيلو شايفينها. اوتشيلو معناها عصفور. اوتش تشيل، وقلت اوتشي يبقى انا بكتب حرف التشي مره، ورجعت قلت تشي تشيل كتبت التشي تاني، واللو برضو قلت لو قررتها فكتبت دوبيا تشي دوبيا ال. عندي بعد كده سكاربي. سكاربي اللي هو الشوز، الحذاء اسمه سكاربي، وهنا ب ب. وكمان عندي سكودو. سكودو اللي هو الدرع اسمه سكودو، وهنا الكو حرف الاو. عندنا كمان كلمة كازا. كازا اللي هي منزل، وهنا خدنا السيلابة بتاعت كا نطق التشي، وعرفنا معلومة جديدة ان الاس في النص بنطقها ز ز ز، فطبعا في ناس فيكم ممكن تكون كتبتها بالزيتا، تخلي بالها ان الاس لما بتيجي ترا دوي فوكالي بالذات بين حرفين متحركين بتلاقونا بننطقها ز ز. عندي بعد كده تشامبلي. تشامبلي
تشا اللي هو مقطع التشا تشي اي آ دايما بقوله تشا تشام بيل، وقفت عند ال اهو ورجعت قلت لي تشامبيلي. اخر كلمه كانت عندي اهو تشامبيلي معناها الدوناتس. اخر حاجه كولوري، كولوري اللي هو اللون، كولوري ما فيش طبعا هنا تضعيف، وبالتالي وقفت عند كل فوكالي قابلني، كل حرف متحرك قابلني. يا ترى دلوقتي جبتوا كام سودياتشي؟ الفوتو يعني الدرجه، كام سودياتشي يعني من 10؟ كل واحد يكتب لي درجته في الكومنتات ويقول لي استفدتوا من الدكتات والطريقه دي عجبتكم ولا لا، ولو حد عنده اي استفسار او اي معلومه يا ريت يبعت لي على طول. تشاو.